السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هجيب درس جديد انك ازاي تعمل تصمم واجهة موقع بالفوتوشوب. طبعا الدرس النهاردة جاي سهل جدا وبسيط. اول حاجة ان هنختار كلمة ملف جديد. هنا طبعا في ناس هنا بتقولك مثلا عرض الصفحة ممكن يكون 600 او الارتفاع 700، في مثلا 1700 على حسب يعني زي ما انت عايز، بس بيفضل انك يعني مثلا من خلال 1700. تمام، الدقة تكون 72، واهم حاجة ان تكون الخواص كلها بيكسل بالبيكسل. تاني حاجة صيغة اللون، لو انت عملتها درجة من درجات الرمادي، اي لون انت هتختاره هيديك من درجات الرمادي بس. يعني انت مثلا اخترت ازرق بعدك هيديك الرمادي بعدك من درجات الرمادي بس. لكن انت لما تختار كلمة هنا الوان الشاشة، يبقى انت كده اجبرته انك تختار اللون اللي انت عايزه. ثالثا هنا محتويات الخلفية لازم تكون ابيض. لو انت مثلا مش عايز تركب خلفيتين على بعض، الا لو عايز تركب خلفيتين على بعض هتختار هنا شفاف. تمام، فانا هنا هنختارها ابيض على طول، وهنا هندوس موافق هتلاقي لنا الصفحه دي. هنبتدي بقى هنبتدي نشتغل عليها، وهنبتدي نختار من هنا المربع ده عشان اداه التحديد دي عشان نحدد الجزء اللي احنا عايزين نختار اللون بتاعه ونصمم. دلوقتي احنا حددنا الجزء احنا عايزين نغير اللون بتاعه، طبعا هيبقى ابيض عشان تحدد بس الجزء ده. هنبتدي هنختار من هنا الاداة دي، هنختار من هنا خصائص لون. هنبتدي بقى يطلع لنا القائمة دي، هنبتدي نختار اللون اللي احنا عايزينه. وعلى سبيل مثلا المثال نختار مثلا اللون ده، عندي ثانية موافق. انا مش شاطر ان انا بقلد ده، انا اخترت لون عشوائي. انا على فكره مش شاطر، انا مش هصمم ده على فكره، انا بس بوريكو مثل. يعني هنا مثلا هنبتدي نحدد جزء تاني من هنا مثلا عشان انتوا هتشوفوا كده مع بعض. زي ما انتوا كده شايفين حددنا الجزء ده. هنا هنبتدي نختار بردك اللي احنا عايزينه، لون الخصائص برضو نختار مثلا اللون ده مثلا. هنا مثلا هنبتدي مثلا نحط اي لوجو مثلا من الموقع، مثلا من النص من هنا او من على الجنب حسب انت عايز. لو انت مثلا عايز تخليه موقع دردشة محتاجة، هنا مثلا نحط عنوان اللوجو مثلا. اللوجو هنا مثلا نضيف مثلا صور على سبيل المثال. انا هبتدي مثلا ملف فتح هنختار اي صورة مثلا وليكن مثلا دي. طبعا احنا نقف من هنا وهنسحبها الناحية التانية هنا. عفوا، طبعا زي ما انتوا شايفين كده هي الدقونة اتسحبت هنا. هنبتدي بقى ان ازاي دي نحطها من هنا فوق. هنختار من هنا كلمة تحرير، ومن هنا هنختار كلمة تحويل حر. هنبتدي نصغر الحجم اللي احنا عايزينه. طبعا زي ما انتوا شايفين كده قدامكم اللي اتحطت، وهندوس هنا اوكي او علامة الصح اللي هنا.
او انتر زي ما انت عايز. كده مثلا انا هنحط مثلا واحدة تانية على معاكسة ليها او حسب ما انت عايز. او هنا مثلا نكتب الاسم بتاع الموقع، من هنا هنختار هنا حرف التي وهنبتدي ندوس هنا ونكتب اللي احنا عايزينه مثلا. تمام كده خلصنا مثلا من الجزء الاولاني. نبتدي مثلا ان زي مثلا تعمل الايقونات مثلا عشان تبتدي تكتب فيها اللي انت عايزه. على سبيل المثال وليكن انا عامل دلوقتي كده قدامكم، طبعا انتوا شايفين ان الايقونه دي اتعملت كده. هنبتدي مثلا نعمل واحده تانية قدامها او قصدي تحتيها. انك انت هتحدد الجزء اللي انت عايزه زي ما انت شايف كده، وبعدين هنقف من هنا هنختار من هنا الآلة دي، هنختار من هنا تدرج زي ما انت شايف بقت عاملة الشكل ده. هنبتدي نختار من هنا الأشكال اللي احنا عايزينها اهو بقت الشكل ده. هنعمل واحدة تالتة، أو مثلا إنك أنت ممكن بدل ممكن كل شوية مثلا عايز توسعها ولا حاجة يعني تطولها أكتر، هنعمل طريقة تانية أسهل. زي ما انتوا شايفين دي مثلا حجم اللي فوقها بالظبط على قدها. فهنعمل هنا كالآتي برضو، برضك هنختار مثلا ايه هنعملها، برضو هنختار هنا تدرج من هنا، هنختار الشكل ده. دي بقت قد دي زي ما انتوا شايفين كده. هنبتدي من هنا ان احنا نحدد الجزء اللي احنا عايزينه منها. هنحدد الشكل اللي احنا عايزينه ده كده، وهنبتدي ندوس عليه هنا كليك يمين. هندوس هنا عليه كليك يمين، هيطلع لنا قائمة هنختار منها تحويل الحر. هيطلع لنا الشكل اللي انتوا شايفينه ده، نبتدي نمطها نطولها نعرضها زي ما انتوا شايفين هنا من المربعات دي. نجيبها يمين نجيبها شمال نحولها زي ما انتوا شايفين زي ما انتوا عايزين يعني. بعد ما نخلص اللي احنا عايزينه هندوس هنا على علامة الصح، وكده انت كده اكد زي ما انتوا شايفين كده هنا التولد اهي. تمام هنا مثلا هنبتدي مثلا نختار الأقسام اللي احنا عايزينها، نكتب على كل قسم منه. بعد كده هنبتدي إننا نقطع الصفحة بتاعتنا عن طريق الأداة دي، أداة الفرشاة عفوا، أداة الشرائح. هنا هيطلع لنا قائمتين، واحدة منهم الاتنين دول، الاتنين محل واحد. هنختار مثلا اي واحدة منهم. بعد كده هنبتدي مثلا نحدد الجزء اللي احنا عايزينه. زي ما انتوا شايفين كده بنقف مثلا على الجزء اللي احنا عايزينه وبنعمل مستطيل، وبعدين بنحدد الجزء اللي احنا عايزين نقطعه يدينا الشكل ده اللي احنا عايزينه. يعني ادي اول جزء مثلا ده هتحدد، ادي اول قطعية. هنا هنبتدي نسحب او نقطع جزء تاني جنبه معاه زي ما هنشوف كده دلوقتي. بعد ما خلصنا تقطيع الصفحة زي انتوا شايفين هنا قدامكم، هنبتدي نختار كلمة ملف، ثم
كلمة حفظ الويب ثم هنختار هنا الصورة اللي احنا عايزينها. لو انت مثلا حاطط ناشئ صور متحركة هتختار هنا جي اي اف، حاطط صور ثابتة هتختار جي بي جي. هنا هتختار الدقة حسب ما انت عايز، دقة الجي بي جي او جي اي اف اللي انت عايزها حبيبها. وبعدين هتختار هنا الدقة اللي انت عايزها، دقة الصورة ذات نفسها من هنا. وبعدين هندوس كلمة حفظ ثم هنختار من هنا كلمة السيف بتاعتها، هنخليها تحب انك تعرض صفحة الويب ومع الصورة، او الصورة فقط او صفحة فقط. فاللي احنا دايما عليه ان احنا بنصممه او بنحفظه على طول بنخليها صفحة الويب مع الصورة. ومن هنا بتسيب كل حاجة زي ما هي، ومن هنا برضك بتسيب كل حاجة زي ما هي. وبعدين بتدوس هنا سيف. طبعا بس انا هنا عشان في غلطة بسيطة انا عملتها، يعني مظبطتش الجدول بتاعت البرنامج من جوه، فهنا هندوس هنا موافق جاي الحفظ كده. الصورة اتحفظت وبين موقع دلوقتي كده نشوفها مع بعضنا. ادي صفحة الويب، وادي ملف الصور. ادي هنفتح الملف مع بعضنا. ادي الموقع بعد التقطيع، الصورة اهي من تحت ده وقطعتها تمام. ممكن من هنا من خلال الصفحة دي انك ممكن تشوفها من على النت من الصفحة بتاعك. زي ما انت شايف. وبكده يكون انتهى الدرس انك ازاي تصمم واجهة موقع. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.